افتراضات، اوكي؟ بس لازم تجاوبي. هنقول لك سؤال ونعرض لك صور، تختاري من الصور دي اجابه، تمام؟ تمام، هفهم لما تشغل. ماشي. هنعرض لك دلوقتي ثلاث صور وتقولي لنا لو انت كنت شبه ممثله من القدام تبقي شبه مين؟ صباح ولا نجلاء فتحي ولا ميرفت امين؟ هم تلاتة حلوين قوي بصراحه. طبعا. نجلاء فتحي. انت لو كنتش اخترتيها كنت انا اختارها لك، عشان انت عارفه ان انا لا دايما. لا، ما هو عشان الناس ماما اصلا هي شبهها اكتر مني وهي صغيره. لا، ماما شبهها اما كبرت وانت لا شبهها. لا لا لا، وهي صغيره. لا والله العظيم انت شبهها وهي صغيره. لا، هي وهي صغيره، ماما وهي صغيره كانت شبهها قوي. مامتك وهي صغيره جدا. لا، وانت برضو شبهها جدا 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 وحياة ربنا. يعني تحيه كبيره للفنانه الكبيره نجلاء فتحي بجد. طب قولي لنا يا هنوشه، لو هنخرجك من جسمك وهتبقي جوه جسم احدى هذه المطربات، فتختاري تبقي في جسم مين؟ ماشي. هيفاء وهبي ولا مايا دياب ولا مريم فارس؟ لا، مريم فارس. ليه؟ مش عارفه، بحب جسمها ما شاء الله. حلو. بس لا، وهي حلوه كلها، وشعرها عشان كيرلي. انا بحب الشعر الكيرلي قوي. بتحبي الشعر الكيرلي؟ قوي، ما بحب يعني ما بحبش الستريت يعني. يعني ده مش عاجبك؟ لا، حلو عليكي. انا عليا انا بيبقى مش حلو والله، ما بحس انه مش لايق. لا، انت قلتي شعري مش حلو. والله حلو قوي قوي. طيب، كمان. ماشي. طب قولي لنا لو اتعرض عليكي ثلاث بطولات. انت جايبين لي اللي بحبه. لفيلم سينما، تختاري تبقى البطوله مع مين؟ كريم عبد العزيز. ايوه. ولا هما ثلاثة يعني، احمد عز ولا احمد حلمي؟ انت عارفه صح؟ انت عارفه؟ ايه؟ انت عارفه؟ لا، انت اختاري. اكيد التلاتة يعني لو اتعرض عليها، بس انا في حد بحبه قوي. مين؟ احمد عز. اشمعنى؟ ما اعرفش يعني، من زمان يعني. عشان مز وكده؟ لا لا لا، بحب. تعرفي بحبه وهو بيزعق. ايه ده بجد؟ والله العظيم. بتحبيه وهو بيزعق ليه؟ لما بيتعصب. عشان صوته بيبقى مبحوح؟ بحبه جدا وهو بيزعق، والله العظيم. تخيلي، بصي الدماغ. دماغ لوحدها. دماغ ما. طبعا، تحية كبيرة للفنان احمد عز. طب قولي لنا فارس احلامك من الزمن الجميل، مين من الفنانين دول؟ رشدي اباظه ولا احمد رمزي ولا عمر الشريف؟ هو في صوت حد وشكل حد؟ لا، عايزين حد واحد صوته بشكله بكله. بجد؟ رشدي اباظه. رشدي اباظه طبعا. رشدي اباظه. طب لو انت هتعملي دور البطوله النسائيه في واحد من الافلام من اللي اتعملوا دول، ماشي، تختاري انهي فيلم؟ ماشي. ابو علي ولا كده رضا ولا تيرنتا؟ هو كده رضا ايه؟ اطلع بقى كده احمد حلمي؟ تطلعي منى شلبي. اه ما انا بقولك البطوله النسائيه. سوري. ولا تيرنتا دنيا سمير غانم ولا ابو علي منى زكي؟ بصي، اهو في اتنين بحبهم قوي. واحد. لا، تير انت. تير انت. عشان الشخصيه. يعني عايزه الطيار دودي؟ لا. الله. لا. عشان في كاركتر، عشان هي ستير. عملت الدور حلو قوي 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 وحبيته قوي. صح. يعني بحب الفيلم ده، من اكتر الافلام اللي بحبها. تمام. طب قولي لنا مين اكتر كوميديانه من الفنانات دول بتضحكك؟ ماشي. ايمي سمير غانم ولا ياسمين عبد العزيز ولا ايتن عامر؟ اكتر واحده بتضحكني. لا، ايمي سمير غانم. ايمي سمير غانم، تحيه كبيره ليها. طب لو انت كنت بطله فيلم خلي بالك من زوزو، مين الراجل اللي يبقى قدامك في البطوله من الفنانين دول؟ علي ربيع ولا حمدي المرغني ولا اسود؟ في اقول لك مش عارفه. لازم لازم حد فيهم. شوفي بقى مين اللي هياخد مكان حسين فهمي. نقول مثلا حمدي المرغني. هو فعلا شبهه جدا. تحيه لحمدي القمر. لو انت مطربه وهتاخدي اغنيه من دول تبقى بتاعتي، فكنت هتختاري انهي اغنيه من دول؟ مشاعر للفنانه شيرين ولا اواخر الشتاء لإليسا ولا يا دنيا للعسل بوسي؟ اواخر الشتاء. اواخر الشتاء. بتحبيها؟ بحب إليسا قوي. اكتر اغنيه؟
بحبها اكتر من اكتر المطربين اللي بحبهم. يلا غنيها لنا بقى يا هنا. طب وهغنيها معايا. ماشي ماشي يلا يلا قولي يلا. كنا في اواخر الشتاء قبل اللي فات، متغني يا شمال، زي اليومين دول عشنا مع بعض حكايات. ده انا كنت لما احب اتونس معاك، انا كنت باخد بعضي واروح له من سكات، والناس في عز البرد يجروا يستخبوا، وانا كنت باخد محشي واجري اوام واقلبه، والحد ما اللي ليل ببقى جنبه، وافضل في عز البرد وياه بالساعات. الله الله. طب هو اغنية يا دنيا يا اه يا دنيا الله، اه يا دنيا الله، اه يا دنيا اه يا دنيا نزلة تحت يا دنيا فينا، ومن النهار ده بلطشي ده انت حتى ملبيانا في الله. انت بتقولي اي كلام يا شباب وانا بقول اي كلام دلوقتي؟ انا اللي غلط؟ انت غلط وانا غلط. لا انا حافظه الكلمات. انت حافظه صم؟ انت حافظه صم؟ طب غنيها لوحدي؟ اه مش انت حافظه، غنيها يلا. ماشي من اولها ايه؟ مش انت قلتي حافظه؟ بعد كده ايه اول جمله؟ نازله طحن يا دنيا، نازله طحن يا دنيا فينا، ومن النهارده بقى خراسي ده انت حتى ماشيانا بالقلم والمسطره، مبسوطين كده عيني عينك. الله. غلط ولا ايه؟ غلط غلط يا شماء والنبي، ده مفيش كلمه صح. كدابه يعني، خلاها على الله. شكرا يا والله العظيم حظها، بس لازم اغنيها مع الاغنيه، لازم مع الاغنيه. طيب السؤال الاخير يا هنا. اخير خالص؟ اه لا مش خالص في الفقره دي، بس ماشي. كنت هزعل والله من التخيل. لا لو افترضنا انك مش مرتبطه وان اللي موجودين هنا مش مرتبطين، ماشي، ولازم تختاري واحد منهم ده اللي هترتبطي بيه، تختاري لنا واحد. اوكي تختاري احمد عز ولا كريم عبد العزيز؟ ما انا قلنا قبل كده انا بحب. لا ما هنا بقى انت مش فاهمه اللعبه مختلفه، احنا هنا كل اختيار ثانيه واحده يعني انا هقول هرتبط بيه بجد الحقيقي؟ لا ده افتراض، انا في عالم مش حقيقي. ممكن في واحده بتضحك جامد قوي، ما يعني هي كانت عينها منه. اه يعني انا بحب بصراحه يعني احمد عز. احمد عز يبقى احمد عز بس هرتبط بيه الارتباط. اه ارتباط. اه هيبقى ده ارتباط معايا. ارتباط. ايوه انت بتبدأي ليه؟ انا بقول لك اهو ارتباط مين؟ ماشي احمد عز؟ لا كريم عبد العزيز بقى. كريم عبد العزيز؟ انا حسيتك برضه هتاخديه وانت مش عاجباه. ماشي هاتهولي ده لا لا ايه ده؟ كريم عبد العزيز برضه بحبه. كريم عبد العزيز هاتي المايك ده، هاتي عشان مش عايزين لعبه. اهو خدي. لا احذفي زي ما حذفتهولي. هيلفلف؟ لا مش هيلفلف، احذفي جامد، احذفي اهو بس سيبيه كده. يبقى كريم عبد العزيز طير احمد عز، ونشوف مين تاني. ايه ده هو في؟ اه ايه ده الله. لو كريم عبد العزيز واحمد حلمي تختاري مين؟ إيه كريم عبد العزيز. وكريم عبد العزيز طير حلمي ولسه مكمل معانا. طيب لو كريم عبد العزيز واحمد السقا. إيه كريم عبد العزيز ولسه معانا كريم عبد. طيب لو كريم عبد العزيز وتامر حسني. انا بحب تامر حسني قوي في الحقيقه عامه يعني. نكمل مع مين؟ نكمل مع كريم عبد العزيز عشان برضه ده انت مخلصه قوي. لسه كريم مكمل معاك. مكمل معايا. اه خلينا مكملين معايا. طيب لو كريم عبد العزيز وهشام جمال. اوه ده ايه ده؟ ايه ده بقى افتراض يعني ولا ده ايه؟ ايوه افتراض. لا نكمل بقى مع هشام. وجه هشام وطير كريم عبد العزيز كان مكمل معانا 17 سنه. اوه طيب
حماي ده بقى ما تختاريش ونطير حماي عشان هو اساسا محجوز لنا وهي هتكمل مع هشام جمال، مش محتاجه انكم تسالوا. لا مش هقدر اجي جنب حماي بصراحه. طبعا ليه يعني على فكره ممكن اجي جنبه؟ لا انا ممكن اختاره. لا انا اللي اختاره. ماشي اخترتيه؟ اه لو هشام جمال. لا هو عشان يعني انت مش هينفع تفضلي لانه هو كده كده اصلا في واحده تانيه مختاراه. مين؟ يعني مش هو طارق. مين بقى؟ انا شوشو. مش هو متجوز؟ ايوه ما هو ده افتراض بقى، هو لا يبقى حقيقي ولا واقع يا ستي. الله خلاص انا اسفه انا اسفه خلاص يا شيماء. وبعدين لما تتلوحت تقولي لي اتلوحت هتزعليني منك يا هنا. خلاص والله خلاص والله ما قصدي. يعني انت بتقولي لي كده؟ لا خلاص يا شيماء. لا الحركات دي انا عارفاها في المسرح بقى. طيب خلاص. طب هشام جمال ولا هاني سلامه؟ يا لهوي بقى. لا خلينا بقى ما نفضلش بقى ايه؟ خلينا كده نقفل اللعبة؟ لا خلاص خلينا كده. وهنطلع فاصل ونرسم قلب وضحك على الشبابيك ونرجع لكم تاني، استنونا. ورجعنا بعد الفاصل وهنلعب مع هنا. ماشي. دلوقتي هنا اللعبه اسمها ابجد هوس. اوكي؟ انت عارفه الحروف الابجديه؟ اه. اللي هي الف ب. حافظاهم كلهم. طيب هناخد الحروف دي. انت هتقولي جمله بحرف الالف. وانا هكملها بس جوه شكل قصه. اوكي؟ اه طيب اوكي. فهمتي؟ يلا يعني اخر حرف انا ابتدي بيه قصه. لا مش اخر حرف. بالالف ب انا هقول لك حاجه بحرف الالف انت تقولي حاجه بحرف الباء. انا اللي ابتدي بالقصه يعني؟ لا انت قولي لنا القصه اللي هنمشي جواها ايه؟ لا اي قصه؟ هقول لك كان احنا الاثنين بنتخانق على ولد. على ولد؟ تمام. اه ماشي. انت اللي خدتي حبيبي مني. لا تقطق دي بالت. احنا عايزين بالباء. اه صح هو الباء بعد الالف صح؟ اه بصي بقى انت اللي بداتي وانا بقى هاخده. تاخدي مني يا حبيبتي. سي ثواني بس. صح ثواني بس انت ليه مكبره الموضوع؟ جيم جيم جاتك نيله. انا مش فاهمه هو شايف فيك ايه حلوه عني. حاضر هو ايه اللي حاضر يا شيماء اما تشوفي اخرتها بقى. خساره فيكي كل الصحبيه والعشره اللي كانت ما بيننا ده. انت حتى ده انت حتى مندفعه مندفعه جدا. ما انت مش عارفه ده زال بقى زيك زي غيرك من كل البنات اللي خانتني. استني اسكتي ما تقوليش. روحي يا شيماء من وشي دلوقتي. زباله وهتفضلي طول عمرك زباله. سماويه وهتفضلي طول عمرك سماويه. شمال. صاد 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 صاد. المهم صبرك عليا. صبرك عليا؟ ضيعة وصيعة. ايه الحرف المد؟ طب انا هوريكي. ظبطي نفسك الاول بعدين تعالي اتكلمي معايا. ايه؟ لا دي حاجة عين عين عمرك ما تعرفي تعملي حاجة. غلبانة وما تعرفينيش. فاشلة. قولي كده بقى. ده انت حافظة بقى. حافظة ايه؟ انا بقولك فاشلة. قولي كده بقى.
انت عايزه تقولي لي كل الشتايم دي واسكت لك؟ ايه؟ كيف؟ كيف؟ انت ما انا عارفه انه كيف والله. ثواني. لا انت كده خسرتي. احلفي؟ اه طبعا، انت مش عارفه تكملي. كاتك نيله. كاتك نيله بالجيم مش بالكيف. اسمها جاتك نيل. انت خسرتي، يبقى الناس هتقول لك قولوا معانا. طب اعمل ايه يا شيماء طيب؟ تعملها تاني بس تكسبي فيها. ماشي. ابتدي انت وقولي القصه. انا من الاول تاني؟ انت بقى قولي حرف عشان تختاري حروف تانيه. اه انا لو بدات ابتدي انا بالالف تاني، شفتي؟ اه طب تمام. يلا بس قصه تانيه تبقى ايه؟ ماشي. قصه ايه؟ انا عايزه اقول لك على حاجه مهمه جدا. بطلي تحوير. انا بحورش. ثانيه بس، انا هعرفك انك بتحوري. جاموسه وهتفضلي طول عمرك جاموسه. حماره وهتفضلي طول عمرك حماره. تعالي نتصالح بقى يلا. خساره الحب اللي ما بينا يروح بكده. ده انت اللي مزعلاني وفي الاخر تقولي لي خساره؟ زي ما بقول لك كده، والله العظيم انا بحبك يا شيماء بس انت يعني اوفر يعني. ربنا يسامحك، خلاص انا هنسى كل الوحش اللي انت عملتيه فيها ومش هتعمل اللي شتمتيها لي. زي ما بقول لك كده خلاص بقى خليه. أمال إيه يا شيماء في إيه؟ برضه زي ما بقول لك كده. زي ما بقول لك كده يا شيماء خلاص بقى يعني صافية لبن. سيبيني أعيط شوية وأنا هنسى لوحدي. شيلي بقى الورق ده واطلعي بره عشان بدأت أتخنق منك. صبرك عليا عشان انت مفيش حاجه محوقه فيكي وانا حاولت اصالحك وانت اساسا ما بتمرش فيكي حاجه وهتخسري في اللعبه دي برضو. ايه رايك بقى؟ ضميري مرتاح وانا بخسر. ضميرك ده طيب، يبقى سقفولي عشان انا اللي كسبت.